السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على عملية ترميم وإعادة تأهيل تعمل على النهبة، حيث أنه على حسب ما نسمع فيه شكوك حول إمكانية انتهاء الأشغال في موعدها. وأظن بأن السبب الأول والرئيسي هو الحجم نتاع الأشغال، حجم كبير، لأنه فيه كما نشوفه في الصور فيه إضافات كبيرة في المدخل تاع الملعب، وهذه الإضافات تطلب وقت. إذا هي في الحقيقة نعرف إحنا في الهندسة المدنية ما كانش حاجة اسمها مستحيل، يا كل هو سياق قضية وسائل. هذا ما كان ممكن ندير إنجاز كبير في ظرف يومين إذا حطينا الإمكانيات اللازمة. يعني ما كانش في الهندسة المدنية ما كانش حاجة بسمها مستحيل. الناس بنات في الفضاء مش في البحر، كنا نقولوا البناء في البحر، البناء في الفضاء بالسماء، بين السماء والهواء وبناو. إذا كان فيه إمكانيات ممكن الأشغال تنتهي في وقتها، لكن بالوتيرة اللي راهي تمشي بها الآن والإمكانيات الموجودة حاليا، يعني من ناحية الميزانية تاع المشروع وكذا، إذا ممكن المشروع هذا ما ينتهي في الوقت نتاعو. والسلطات يعني المشرفة على الكأس نتاع الشان راهم يهيئوا يفكروا في تهيئة ملعب تشاكر ببوليدا يعني في مكان ملعب عنابة في حالة عدم انتهاء الأشغال في وقتها. إذن هذا هو الجديد بالنسبة للمركب عنابة، ونخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.